باش نتكلم على الحرارة في مراكش غنتكلم على مراكش. مراكش هو الصيف، الصيف في مراكش هو المتعة، لأن احنا في مراكش ما كنقولوش كاين الصيف، ما كنقولوش كاين حرارة، فحرارة مراكش كنعتبروا احنا متعة، لأن المراكشيين كيتمتعوا في صيف مراكش، كيتمتعوا بليل مراكش الصيفي، فمراكش في الصيف متعة. فاحنا بعدا كمراكشيين ما كنحسش بذاك الصوت اللي كيعتبروا عباد الله انه كاين حراره بعدا. فانا بعدا كنتلدد شخصيا، كنتلدد بصيف مراكش وحراره مراكش، لانه ليل مراكش هو مراكش. كتلقى العائلات كلها خارجه تتنزه، دايره تواجن في العراسي، دايره في شارع محمد السادس. فهاد المنظر ما يمكنش تشوفه في الفصول الاخرى. فهنا كتجلى هذيك المتعة الصيفية، كتجمع الأسر على مائدة في الهواء الطلق. إذن هذه أليس بمتعة في الصيف؟ نقص قضية الجائحة هذا مشكل آخر، لأنه ما يمكنش في الظرف الراهين وفي هذه القسوة اللي تصابنا بها وتصاب بها العالم، فلا الصيف ولا جميع فصول السنة كلها دازت عندنا مكهربنا، دازت كلها تحت ما تلدت بشي فصل من الفصول الأربعة، لأن هذه كارثة تصاب بها العالم. نطلب الله تبارك وتعالى يزولها عنا باش نعاودوا نرجعوا للحياة الطبيعية. لا أعتقد، ولكن الإنسان كيحاول ما أمكن يعاود يعيش هذه الحياة، ولو غير واحد القسط ياخذوا من وقته. اما لا اعتقد انه بلازم غادي يحس بديك السعاده اللي كيحس بها في الايام اللي كانت طبيعيه. فنطلب الله تبارك وتعالى يرفع لنا هذا الوباء ونعودوا لحياتنا اللي كنا كنمارسوها بشكل طبيعي. كنحييكم وكنحيي القناه فبراير، لانه دائما كتواكب ما هو وقع في الساحه من اعمال فنيه، من ظروف اجتماعيه. فأطال الله في عمر هذا فبراير، ونتمنى أن إن شاء الله تبقى لها الاستمرارية. وتبارك الله عليكم، الله يعاونكم والله يسهل. تحياتي. إيوا هاد الأجواء هاد العام جات شوية باردة، ماشي بحال العام اللي فات. رمضان دوزناه بخير وعلى خير، ودابا رحنا لسه في البداية، يلا بادين والأمور راه مزيانة، كتبان الأمور مزيانة، ماشي سخونة بزاف، ماشي باردة بزاف، يعني قابلة للمشي للمجي اللي بغى يرتاح، كل شيء مزيان الحمد لله بخير وعلى خير. مراكش ما كان كيجي في الاول حراره كانت تجي مجهده في شهر 5، مي هاد العام جات ماشي ما كاينش الحراره بزاف، عاديه مزيانه طري بيان. جات معطله شويه، وي اكزاكتومون جات معطله شويه، ولكن بالنسبه لينا حنا مزيان. كيفات العيد لقينا زعما الراحه وداك الشيء، القضيه مزيانه الحمد لله. شوف قليز كيف داير، راه مزيان، في حركه زوينه، الامور بخير وعلى خير، يعني تعشق غير تجي ليلو. انا ماشي في هذه المنطقه، في منطقه اخرى، ولكن كنجي لهنايا مره، وهذا النهار جيت عجبني الحال بزاف، الامور مزيانه زعما تغبيه، وي كلشي بخير وعلى خير. انت كتشوف اليوم بغيت نهضر لكم على الحراره كي دازت عندنا هاد 3 ايام. تبارك الله، والساكنه راه كلهم هاد الحرارة قدات عليهم شي شوية، لأن الأعوام اللي فاتوا كانوا الناس تيخرجوا، كاين المسابيح، كاين الخصات، كاين السقايات، كاين وهاد الوقيتة هادي جات مع هاد كوفيد، والله يرفع لنا هاد الوباء. والمراكشي راه ديما تيعانيو في الحرارة، واخا الحمد لله ولفنا هاد الطبع هذا وداك الشيء، وراه الحمد لله حتى من الناس اللي تيجيو على برا تيكونوا كاع عندهم البحر وداك الشيء، وتيجيو لهاد الحرارة لأنها هي صحية. ولكن المراكشيين تيعانيو شوية، بغاو المسابيح، بغاو السقايات، بغاو البيار فين يعوموا. كانوا الناس يخرجوا للجرادي تيلقاو السقايات وتيلقاو البيار وتيلقاو، وهاد الحرارة هادي الله محمد رسول الله. والمسكين راه تيعاني في مدينة مراكش. والسلام عليكم ورحمة الله، وتنتمنى والله يرفع عنا هاد الوباء. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير، وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.